شوي خوي. ايه كان الباب ذاك مفتوح ندخل. اوه اقدامي اقدامي خلاص روح يلا ادري عشان كيف يسب. لا والله مو طب والله تروح. اه قدك انت عايب بعدين باقي شباب. لا 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 والله بعد بخلص القهوه صدق والله. روح روح بصل 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 بصل. لا ما بصل. لا والله ما بصل. جوز هند جرب. اما جوز هند ايش جايب كنا روح الهند. هند صار اسمه بهارات الحين مو بالهند. تخيل وين مسافر والله ابد رايح بهارات. بهارات والله والله العظيم صدق. لا تكثر. لا لا ما اعتمدوا حبيبي. اعتمدوا اعتمدوها. متى اعتمدوها ما ادري. انا رايح لا انا رايح لا انا رايح لا تدري متى؟ متى؟ قبل يمكن اسبوع. يعني ما صدق في الحلم رايح لا كيف؟ تحلمت اني رايح الهند؟ قبل اسبوع جاي مصور. ايش يقول؟ يقول مدير هوني. ايه دقيقة ورا عبد الله. عبد الله ورا ايش مكتوب رقم؟ ايه ايه محمد احسبه 505 والله. محمد يقول كريم. ولا طالع يقول كريم. قلت كريم ولا اوفر؟ كريم ولا بول؟ المهم والله يا علي ذبات والله 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 يا عيال هذا عيالها بيجون ستة حلو من الان اتوقع ستة الحمد لله. واحد منهم يقول يا ولدي الثاني يقول والله 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 والثالث ايش يقول؟ ابو عبد الثالث غبي. انا ابوك الله يطول عمره اتوقع انه ضحك على واحد راسه كبير اتوقع. ابوي الله يعطيه العافيه يطول عمره. والله ما شميت. لا ابوي شمات. لا لا ولد اي المساعد هنا. انا عندي فضول هذول اللي ما يشتغلون الا في الليل. ما لا يمشون طالعين حبيبي. طيب يقولون طالعين كل في مكان واحد ما في الا الدرب ذا يطلع. طيب ما عليه حبيبي. والله يشتغلون شوف حنا ننادي ونطلب من الله ثم من وزاره النقل وابو سلطان ظاهر له ابو والده خلاص واصل الا ذاك اليوم كلم واحد وضبط العباره ما ادري. الله يرضى عليك التحويله دي اللي ننزل من هنا لين نوصل قناه تكفى متى تضبط حبيبي. انت اسبوع طالع من القام على بترك يا غبي. انا استراحه اخوي هنا صدق والله. اي والله. أوه. والله اقسم بالله. انا خلاص انا يوم رسالي اللوكيشن بغيت اقول اما موديني لابو نواف لهالدرجه يمونون عليه. ابى اقول لك حاجه. طيب استراحه كبيره. تطلع مع الباب تشوف قدامك استراحه كبيره. وين اقول وين يزبل الصبح. خلاص انا بجيب الكاميرات نفتح مشروع جديد. ايوه تم. اها انت قصدك قريه ثانيه؟ لا مو قريه يعني. لا تتوضح. طبعا عندي حل. انت تبقى هنا الساعه كم؟ الساعه 6 الساعه صباح. حلو ناخذها ونروح نسوي برنامج هناك صباح. لا جاء في الليل يرجع ما يرقدوا. طيب لازم نعطيهم مسابقات. وش نوع المسابقه اللي نجي؟ نشوف نجيب شيبان لان الصباح. اي شيبان افضل. اي شيبان افضل. هون مشوار لازم نلف اللفه ذي كامله. الله اهلا استاذ سيف كيف حالك؟ قبل اسمع صوتك وش ذا؟ أيوة. الله الله مرميه يوم سمعت صوتي. طيب صرت احس ان الحياه ما تسوى شيء. هذه سب ولا مدح؟ ها من اللي رايك يا عبد الله العتيبي؟ طيب من اللي قاعد يكوي ثوب؟ الحلاق جالس يروس بالكرسي الحين. مساعد العيال يبون صامو هذي سالفتنا صام جاي كذا الحين. نجومه ايش سر الاسم؟ نجومه ما وش كلكم طالعين بدري قبل لا يجي يمكن يشرحه. نشوف عبد الله. عبد الله اكيد ارحب ارحب يا حبيبي. نزل الاعلان قال لي يجي في الناس موجود. ايوه لا خمسه ايوه ايش ايوه كهو. ايه بغيت اقول لك هذا ورقعان يا مرحبا. اي والله يا شيخ شمل القريه قلبك الله يطول يا اخوان. صدق صدق والله عندي سؤال بعد اذنكم. هل النجومه له سر الاسم؟ له معنى يعني ولا معنى يعني؟ ما نزل مسابقه على 5000 اللي يجيب اسم. اي بس تر تسال هذا الحين ابو عبد الله ايش يعني نجومه؟ قال الله ما ادري بس عجبني الاسم. فتصير عند كذا على طول نجومه كرم. لا نجومه وكرم انه بعض المسميات يعني تعتبر لا ما في ترابط نسيل. ما في ما في شوف غيرها. طيب نجوم المستقبل. شوف ان نجومه اسم من اسماء العشر ممكن هذا ولا انه بس ما ادري. ترى اسمه نجوم اوجه
لا لا نجومة. نجومة. طب قولوا لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله. كان مع خروف مع السياره عرفت؟ مع عرفت قال نجومه خلاص. طيب قولوا قولوا لا اله الا الله. تدرون. الرجال اللي بيروح يلا على اذنك ما طول يا ابو رقعان عشان ما ضحك. لا دقيقه حتى قال ضحك من السالفه. اي والله ضحك. تدرون ان نجومه قال لك عاشريتي احسن منك يا ثقيل. ها ولد جيب العقال ذاك. شوف المعلومه شوف فيه العقال ذاك رحمته الله. شوف المعلومه وشي. لا صدق صدق ترى عندنا احنا في الباحه نجومه ذا نوع من انواع النحل. احسنت. ايه شفت نجومه جمعه. يا يا تو جاي هو بس انه الاسم النوع ذا. لا خلاص انت قفل الموضوع اذا هذا الحد النوع ذا. تدرون انا اتوقع نجومه هذا اسم ولد. قولوا لا اله الا الله منعونا من هذول خلونا في سجن القريه. توقعوا اللي اسموه سجن القريه. سجن القريه صحيح. اعتذر صراحه عليك هذا صعب. لو ليه ما سموه محبس؟ محبس الجن هذا من مكه. ريال سالفه مع السجن راح للسجن. طيب طيب ليه مضللين السجن؟ كتب السر السود عشان فوق المرور يعطيهم خالفه. ادلو بدلوك يا ابو رقعان. عشان ايش؟ ادلو بدلوك ابو فهد لازم الجاي. يا عبد الله تغرق تيشيرته وحطه هنا ينشف. من هو؟ عبد الله تيبي. عبد الله تيبي ايوه ذاك. التفت وشوف خل عنك. التفت يا حبيبي يا عبد الله زهران اقلط. ها؟ تلقى له السيارة. هنا يا سيارات وهنا يا سيارات. لا لا هنا في زيادة. أكون معك صريح أكبر حرامي سيارات. أنت؟ إي والله. أنت الله يسعدك ما خليك. يا أخوان بس عشان ما غلط نقصد النعول وأنتم كرامة. الله ينشبه. زي ذا اللي جاك قابل هذا كل ما جاي يدور الحذيانة. يا ولد كل ما جاي يدور الحذيانة يلقاها علي. يا محمد. مو الحالة مو الحالة حتى أنا. قوم معليش يا عيال. نايف ثامر خذ الحذيانة وريحها. عادي تصير يا اخوان احنا لا وصلت انا وصل مرحله العيال ياخذونها يطلعون برا القريه يروحوا يتمشون والله انا صارت لي